مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. بنكمل مع بعض المتابعات على مستوى الجمهورية، نشوف كل محافظة أخبار الناس فيها إيه، نسأل المسؤول. أنا معايا دلوقتي المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسوان. مرحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، مرحب بيك. كل سنة وحضرتك طيب الأول. والصحة والسلامة حبيبي الغالي، جموع مصر طيبة إن شاء الله بخير. آمين يا رب. أنا بحب محافظة أسوان وبحب شعبها، أنتوا ناس طيبين بصراحة، والقطاع الزراعي عندكم في ازدهار في السنوات الأخيرة. يا ريت تكلمني عن الموسم الصيفي الحالي، التركيبة المحصولية، أهم المحاصيل اللي موجودة عندكم إيه؟ والله ما عليك، أنا عندي المحصول الرئيسي في أسوان قصب السكر. طبعًا، أيوه. عندي الزراعات حضرتك 91 ألف فدان. ما شاء الله، من إجمالي الزمام كام؟ من زمام عندي 336 ألف. 336 ألف فدان. 336 ألف ونص. منهم 91 ألف فدان، يعني التلت تقريبًا قصب السكر. بالضبط كده. بقيه المساحه بقى متقسمه على ايه؟ في محاصيل زيتيه اعرف السنه دي. عندي حضرتك داخل الوادي 115 الف فدان. ايوه. و200 وحوالي 16 الف فدان دي اراضي الزمام او اراضي استصلاح. ايوه. سواء في وادي النهره في كوكو او في ابو سمبل وتشكى. تمام. بس عليك تحت محصول في محافظة أسوان بالنسبة لنخيل البلح. نخيل البلح ممكن تتحرك بالتليفون، يعني تحرك بالتليفون حاجة بسيطة معلش. تمام عليك حاضر. كده حلو. نخيل البلح عندي نخيل البلح 2 مليون و200 ألف نخلة. ما شاء الله. محافظة أسوان من أجود أنواع النخيل الجاف. مثل السكوتي والبرسموجا والملكابي والحج حسين والشاميه. ما شاء الله. والجنديله. ايوه. ودي اللي بتشتهر بها محافظه اسوان عن باقي محافظات الجمهوريه. صح. البلح الجاف معليه. لو انا اتجيت اتكلم على الكارت الذكي، ابتديتوا تطبقوه في محافظه اسوان؟ اكيد معليك، اكيد. طبعا الحمد لله ده توجيهات فخامه رئيس الجمهوريه. بالتحول الرقمي من البطاقه الرقميه البطاقه الورقيه الى البطاقه الالكترونيه المتطوره. طبعا معاليك ديها طبعا ديها فوائد كثيره كارت فلاح. زي ايه بقى؟ حضرتك اول حاجه هنقضي على التلاعب في توزيع الاسمده الكيماويه. تمام. ثاني حاجه معاليك ان هي ممكن الفلاح ياخذ بيها معاش او ياخذ بيها تامين صحي. تمام. ثالث حاجة ممكن يستفيد بها بالوقود. أيوة. الآلات والجرارات والمعدات. أيوة. رابع حاجة بالنسبة احنا دخلنا المنظومة الرقمية. يبقى النهاردة انا هعرف بالنسبة اذا في تحكم على مستوى الجمهورية في الزمام والتركيب المحصولي وتوزيع الأسمدة. صح. وبعد كده برضه في الزراعات التعاقدية. أيوة. الزراعات التعاقدية انا ممكن اتعاقد بكرت الفلاح ده معليه مع مصانع سكر كوبومب وغيره بالنسبه لاسوان وبالنسبه لتوريد محصول القمح. أيوة. وبالنسبه للزراعات التعاقديه عندينا هنا عباد الشمس معاليك، وعندينا بالنسبه دوار الشمس او عباد الشمس. دوار الشمس وفول الصويا دخلوا عندكم السنه دي. دوار الشمس وفول الصويا صح؟ اكيد. فول الصويا وعباد الشمس معاليك في موجوده هي في تشكى. ايوه. دي الحمد لله باكورة كده الفلاح. انا اعرف ان الكارت الذكي اضاف ليه شريحه ميزه، يعني هو مجرد ما بيورد المحصول فلوسه ممكن يصرفها عن طريق الماكينات او الصراف الالي. ايوه، ماكينات الصراف الالي. تمام تمام. الاسمده اخبارها ايه؟ والله الاسمده الحمد لله فضل من الله ونعمه، احنا وصلنا لتوزيع اسمده حوالي 60% من المقرر بالنسبه للمزارعين. 60 يعني انا دلوقتي الحمد لله داخل على ان انا اوصل لي ان شاء الله لنسبه باذن الله 90%. احنا في الفتره دي اعتماد الى 85%. تمام. لو في اي مشكله في جمعيه هبلغها لحضرتك عشان تساعد الناس. عليك. لا انا بشكرك فعلا على المجهود اللي بتقوموا بيه، كل عام وحضرتك طيب. الله يخليك. الطب البيطري بيتعاون معاكم في الفتره دي عشان في حمله قوميه للتحصينات صح؟ اكيد مع الطب البيطري اكيد ضد الحمى القلاعيه والوادي المتصدع. تمام. بشكر حضرتك وانا اسف ان انا يعني عايز اسال واتكلم تاني بس البعد الصوت مش واضح،
بشكرك المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسوان. قال لي الزمام عندنا 391,500 فدان، أنا آسف 336,000 فدان، منهم 91,000 فدان لقصب السكر بس، ودي مساحة كبيرة وصناعة مهمة، محصول مرتبط بالصناعة. بالتوفيق وبإذن الله أي يعني جديد نتواصل مع حضرتك علشان نبلغ السادة المزارعين يبقوا دايما عارفين إيه اللي بيتم وإيه الخدمة المقدمة، ولو في مشكلة موجودة معاكم هنبلغها برضو للسادة وكيل وزارة الزراعة. أستاذ جمال من محافظة أسيوط، يا أستاذ أيوة. جمال أيوة يا فندم، معاك. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. تفضل. فضلك الله. والله هي مشكلتي الكماوي قرية بلوط زمامها أربع تلاف فدان، أيوه. ما وصل لهاش إلا عربية 50 طن، هذه حوالي شهرين وبعد كده ما فيش. احنا كان معايا على الهاتف امبارح وكيل وزارة الزراعة الدكتورة هدى، وهي فعلا اعترفت بده وقالت ان عندنا مشكلة، وفي تواصل مع المهندس عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات ومع الشركات علشان يوصل كميات في هذه الفترة. كلامك انا يعني متفق معاه، والمسؤولين اكدوا عليه، في برامج من المصانع في الفترة دي هتيجي للجمعيات عندكم في أسيوط، هتابعك واعرف يعني يعني هتلاقينا فريق الإعداد بيكلمك يوم بعد يوم مثلا نعرف ايه اللي حصل وبنتابع معاهم، علشان انا يهمني ان انتم تصرفوا في الفترة دي. حاضر ان شاء الله، بس باستعجال يعني شوية. انا حكيت لك ومعترفين بالكلام ده، ولو كنت شفت حلقة امبارح كانت الدكتورة هدى معايا على التليفون، واحنا في متابعة دورية المشكلة في خروج البرامج من المصانع. حاضر، عينيا الاثنين، بشكر حضرتك. منظومة الأسمدة في مصر يعني محتاجة سرعة أكتر، لأن التنسيق مع المصانع بيتم من قبل الموسم، لكن إحنا عارفين إن دي صناعة، وزارة الزراعة بتحدد الكميات اللي محتاجاها وبتتابعها خلال فترة الموسم. في بعض المشاكل ومنها محافظة أسيوط، الوزارة بتعمل جاهدة في هذا التوقيت على حلها، هتابعها مع حضراتكم لأن لازم الناس تصرف في هذه الفترة. يا أستاذ سيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حاج سيد جمعة. إنسان طيب. حاج سيد جمعة. أيوة يا فندم. أنا حفظت صوتك، كل سنة وحضرتك طيب يا حاج سيد. وأنت بكامل الصحة يا أستاذ. عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضل يا حاج سيد. أنا مستأذنك، يعني المشكلة هي الحمد لله يعني بدأ نتوصل لحل فيها، وتم عمليات مكانات انقاذ جنب المحطه المذكوره اللي انا قلت لحضرتك عليها اكثر من مره. ده انت قلت لي عليها بقالك 10 سنين اكثر من مره. ايه؟ ايوه ده 10 سنين بس، خلي بالك مش انا اللي حليت. يعني مش هسرق مجهود حد ولا هتاجر بمشكله. انا لما كلمتني في المشكله دي من 10 سنين كان ردي واضح، وقلت لك ده محتاجه مشروع قومي، محتاجه تدخل من الدوله، انا مش هقدر عليها، صح ولا لا؟ عمري ما وعدتك ان انا بحل مشكله. فالنهارده في 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 منظومه لتطوير الترع والمصارف على مستوى الجمهوريه ومحطات الرفع، وده اللي بيتم. قول لي عايز تقول ايه النهارده. طيب هو بعد اذن حضرتك سامع، هو يعني في فتحات بقى من بحر البقر مفتوحه في المصرف عشان موضوع مزارع السمك لغايه دلوقتي، وجاء امر تشغيل المحطات بالفعل، بس هم واقفين دلوقتي على ان الفتحات دي تتقفل عشان تمنع الميه ما تخشش على المحطات، الميه تطلع منها وترجع لها تاني. ايوه. وكمان يحصل تكريك بقى للمسارف يا باشا. كل ده هيحصل صدقني، انتوا عندكم المشكله دي مزمنه بقالها سنين. انا وعدتك بحاجه، قلت لك ان في مشاريع هتحل هذه الازمات، وتكون بقى مفيش حل مسكنات. يعني لا، انا بعتبر ان انا احل مشكله وحضرتك ترجع تتكلم فيها تاني بعد 6 شهور، مفيش حاجه حصلت. دي مسكنات عشان يبقى في حل نهائي بالمشاريع القوميه اللي بيتم تنفيذها دلوقتي. تابع معايا وشوف اللي بيحصل، لان اللي جاي احسن واللي جاي هيفرح قلبك بصراحه. ربنا يبارك، ربنا يبارك ان شاء الله يا حاج سيد. وانا بشكرك، انا قابلتك قدرا من 7 سنين، صح؟ ايوه. حضرتك عرفت ان احنا موجودين في مديريه الزراعه، فوجئت ان انت جاي من الفجر ومشوار بعيد عليك عشان تقابلنا توصل صوتك. وانا في اليوم ده حسيت ان انا بقابل المزارع المصري اللي شايل هم البلد وبيحافظ على الامن القومي الغذائي، وجاي عشان مصلحة البلد مش عشان مصلحته. فأنا عارفك يعني، ربنا يوفقك. أنا بحاول إن أنا يعني أكون وسيلة توصل رسالتكم للمسؤولين. أتمنى إن أنا أكون فدتكم في يوم من الأيام. أتمنى ربنا يجعلك سبب للخير يا أستاذ سامي. يا
يا رب. هي مصلحه عموميه مش مصلحه شخصيه زي ما فعلا فعلا. بشكرك الحاج استاذ صلاح من المنيا. اتفضل استاذ صلاح. اه يا باشا. اتفضل يا فندم. انا سالتك اتصلت لي قبل كده من عدنكم اهو من الست ميانات خالص وانت انت مشيت وخلصنا. دول احنا دافعين كوماوي ثمن كوماوي من شهر 5 من اول 5 من شهر في كان في شهر 29/4 غادوا كوماوي وصلناش واحنا دافعين ثمن كوماوي. جمعية اسمها ايه ومركز ايه؟ محافظة جنة جمعية كرم عمران. جنة جمعية كرم عمران قرية كرم عمران. حاضر عناية الاثنين. هنكلم وكيل وزارة ثاني. عناية الاثنين. وعايزين نعرف بس موعد زراعة فول الصويا وعباد الشمس. فول الصويا دوار الشمس اتزرعوا وفي زراعة تعاقدية عليهم. احنا بقى هنتابع المعاملات في هذه الفترة ولما مع بداية الموسم القادم هنعمل فقرة كاملة من بداية الموسم. احنا بنتابع ده على طول على فكرة. تمام؟ عناية الاثنين. السنة دي كان حنة استاذ حنة من محافظة اسيوط. اتفضل يا استاذ حنة. كل سنة طيب يا فندم. وحضرتك بالصحة والسلامة وبشكرك. يا فندم دلوقتي مركز منفروض الاسم ده فيه الفلاح ما طيرش اسم ده. ايوه. مركز منفروض ما طيرش اسم ده يا فندم. والفلاح ما طلع في المنظومة والفلاح ما طيرش اسم ده خالص. لا هو في مشكلة في التوريد وبجاري العمل على حلها دلوقتي بمتابعة. يا فندم كل الموسم بيقول الكلمة دي هتحل المشكلة ما فيش حل. الفلاح شبكه قول اللي انت عايزه. انا عايزك توصل رسالتك. اتكلم يا استاذ حنة ووصل رسالتك كامله. انت بتقول المشكله بتتكرر دي كل موسم صح؟ ايوه يا فندم هو مفيش حل. ايوه الفلاح طب يجيب كوماوي يستنبط الارض. يعني انت ما صرفتش الحصه بتاعتك في الصيف؟ لا يا فندم الجمعيه لما ما فيهاش كوماوي ما بتجيبش شكاره واحده تقول ما خدتش ولا شكاره في الصيف؟ شكاره واحده في الصيف يا فندم. انت الحيازه بتاعتك قد ايه؟ حيازتي انا مثلا 20 جرار اعطاني واحده وقال لي مفيش. طيب ما هو انا عايز اسالك يعني ما هو ال 20 قرار بيصرف قد ايه في الموسم يعني؟ ما هو انت كده خدت حصتك يا استاذ حنة. يا استاذ حنة بس بالراحه بس. ما هو 20 قرار حسب نوع المحصول اللي انت زرعه كمان. شامي. طيب ماشي ما هو 20 قرار الفدان 24 قرار المفروض ان انت هتاخد 3 شكاير ولا كام؟ على المنظومه الفدان بياخد 5. لا 5 دي اول مره اسمعها. منظومه ايه؟ انت لما بتضرب الكارت انت معاك كارت دلوقتي؟ بتضرب الكارت لما مش موفر الكوماوي الكارت دلوقتي لما بتحطه في المكنه. ثواني بس اسمعني. مره واحده تقول لك خبات مين. طب بشكرك يا استاذ حنة. استاذ سعد من اسيوط اتفضل. ازيك يا استاذ سامح؟ يا اهلا وسهلا بيك يا استاذ سعد. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حاج. عاملين ازاي حالك؟ الحمد لله. انا كلمتك قبل كده بخصوص يعني لها زي 20 يوم او شهر كده بخصوص مية على المنازل. مية على المنازل. يعني انا كلمتك قبل كده طبعا. على ايه؟ قول لي ما في ناس بتكلمني كتير بس انا عايز افتكر معاك. قول لي احكي لي تاني يا اخي اتفضل. انا كلمتك طبعا انا معايا المشكله بتاعتي ان ما رضيش يوصلوا لي مية على المنزل بتاعي. ليه؟ والمية قدامي طبعا هي الوحده المحليه ما انا بسالك شيء. ليه ما رضيوش؟ ليه ما رضيوش يوصلوا المية؟ من عندهم هم يقول لك لازم ايه لازم ادينا لادنا قال يوم ربيع ايه وزير الاسكان. فين يا حاج سعد بس عشان انت بتقول لي أيوه. كلمتك من شهر. لو كلمتني كل يوم انت أيوه. دلوقتي في حاجه اسمها مقايسه صح؟ ايوه. اتعملت المقايسه؟ لا انا بصراحه انا بتاع المشكله بتاعتي لان انا المايه اللي بيركبوها لي تبع الجمعيه. يعني في اجراءات المفروض بتتعمل انت عملتها؟ ايوه الاجراءات انا عملتها ايه وطلعت اسم موجز 3 من الوحده المحليه لا مانع من تركيب ميه ولا كهرباء. قالوا لك ايه بقى؟ قالوا لي طبعا انا اخذت الورقه دي بس بتوع الوحده المحليه ما رضينش يوافقوا لي بالطلب ده ان انا ايه اركب ميه. طيب انا هتابع لك في الوحده المحليه تاني بس بشكرك. يعني عايز اقول ان في اجراءات. ما هو انت عايزهم يركبوا لي الميه ما عشان تركب لازم يبقى في اجراءات ليها. انت اتبعت الاجراءات دي وانا هتابع في الوحده المحليه ومن حقه. طيب مشكله زي دي هل هتتحل؟ انا بقول لكم لا. ليه؟ لان هو اساسا منظومه الخدمات والمرافق في القريه المصريه من عشرات السنين متدمره مش موجوده.
هتتحل امتى؟ هتتحل قريب عن طريقي برضو لا، ولا عن طريق اي مسؤول. هتحل ازاي؟ في مشروع رئاسي دلوقتي بيتم تنفيذه، وهو تطوير القرية المصرية، مد شبكات المياه، صرف صحي، كهرباء وطرق. فتقولي ايه ده مد كل حاجة؟ اه ما كل هذه القرى اكتر من 4000 قرية محرومة من هذه الخدمات من سنين، دول موجودين على الهامش، وإلا ما كانش الأستاذ سعد يتصل يقول لك أصل أنا رحت لهم وقالوا لي ما ينفعش وقدمت الطلب كذا مرة. فدي مش مشكلة فردية بس، لا خلي بالك هتلاقيها متكررة، وحلها مش هيبقى حل مؤقت، مش كل واحد هيجي يشتكي هوصل له المية، لازم يبقى فيه نظام كامل. بس من الواضح ان هو عنده شبكة مية لكن ما عندوش حد يتواصل معاه، ما حدش عايز يسمع الراجل ده بيقول ايه. وده دورنا ان انا اقول للمسؤول اللي عنده مرة واثنين وثلاثة واكلمه. حاضر استاذ عبد الفتاح من الشرقية، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سامح؟ الحمد لله يا فندم. انا حضرتك يا باشا من الشرقية، من مركز اولاد سهرة الراق. احسن ناس، ربنا يخليك يا ريس. حضرتك احنا وصل لنا ناخد الري بتاعنا من بحر مويس. ايوه. رينا من بحر مويس ووصلنا الخليج من بحر مويس. ايوه. فحضرتك الخليج دي كان عرضه 5 متر. ايوه. الخليج ده على مساحة على 800 فدان. تمام. واحنا طبعا حضرتك عارف الشرقية كلها زرع رز السنة. فمساحات رز كبيرة، والأراضي دي من أجود أنواع الأراضي. ماشي يا باشا؟ سامعك، كمل. اه يا باشا. فحضرتك دلوقتي الخليج دي الاهالي جرت عليه الخمسه متر دول، في بعض الاماكن على اقل من متر. بقول لك ايه؟ اتفضل يا باشا. عاوز اقول لك على يعني مجمل الكلام وخلاصته، كل ده هيختفي. طبطين الترع جاي عندكم قريب، طبطين الترع جاي عندكم قريب. والله حضرتك بنتبهدل، ربنا اعلم. ما انا بقول لك على الحل اهو، انا دلوقتي بقول لك على الحل. الطبطين داخل عندكم، اكيد شفت الطبطين عندك في اي حته في الشرقيه الجديد. اه شفتها يا باشا. تمام. اللي انت شفته بيتنفس ده هيجي عندك بكره بعده الشهر الجاي، المهم ان هو المشروع انطلق وليه جدول زمني وفي متابعه ليه عشان يتنفس في اسرع وقت. هتيجي تقول لي الكراكه جت عدت من هنا كتير فالترعه وسعت فبقت الميه ما توصلش لاخر القط. في بعض الاهالي حطت ردبه مواسير من قصادها. حلو، كل ده هيتشال ونقول له شكرا. بص انا عارف المشاكل يا حاج، اسمعني بس. اتفضل. كل اللي انت بتقوله ده انا بشوفه كل يوم. انا النهارده كنت مسافر من 7 الصبح. خلاص والله انا عايز الباشا. تمام. انا من 7 الصبح كنت في البحيره وفي قرى شباب الخريجين وفي النبريه النهارده. نعم. وبشوف التعديات دي في اماكن كتير. ده عشان ينتهي ويختفي لازم لنا منظومه، كل واحد شايف ان هو المكان ده مناسب فعمل فيه ماسوره هنقول له شكرا والقانون هيتنفذ. هتتكرر المشكله دي هيبقى فيه عقوبه رادعه، الترعه هتتبطل، لان الترعه اللي كانت مترين ولا ثلاثه بقت 5 و7، المايه مش هتوصل للاخر عمرها. فدي انا مش انا اللي هحلها. في انا امبارح كان معايا المهندسه سلوى من الدقهليه، وكنت بعرض صور لما تم تنفيذه. الاسبوع الجاي ان شاء الله او بعد العيد بقى هبتدي اوري لحضراتكم، لو لحقت بكره هوري لكم نماذج من الشرقيه ايه اللي اتطور فيها وخطتنا في العمل عشان حضرتك تطمن. حاضر. طبعا حضرتك في بعض الاماكن فيها يعني شغل. بشكر حضرتك. مين معايا يا عياري؟ يا تقى مين معايا؟ استاذ محمود اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. طيب بشكر حضرتك. معانا وقت يا عيالي. أنا عايز بس أقول حاجة بسرعة للناس. الحمد لله إحنا قمنا معاكم بدور مهم جدا وإرشادي على قناة مصر الزراعية. كل البرامج إحنا عندنا خريطة برامجية من الصبح الساعة 10 ل 10، وثم يعاد البرامج مرة أخرى. اللي عايز أقوله إن إحنا البرامج الإرشادية والبرامج التوعوية، في برامج حوارية جميلة أيضا، البرامج زي الزراعية مباشر وفقرة الزراعية مباشر في مصر كل يوم. احنا الهدف ان انا بناقش الفلاح في مشكلته، لان دايما انا او في معظم المشاكل بقول له طب انت شايف دي تتحل ازاي؟ عايز اخد الحل من على لسانه، عايز يعني المسؤول يسمعه. وفي مشاكل كتيرة جدا لما انا بناقش فيها المتصل خلاص هي اتحلت،
يعني انا لما بتكلم دلوقتي على مشكله الري في الشرقيه بقول له انت شفت التطوير اللي بيحصل عندك تبطين الترع؟ قال لي اه شفته حاجه جميله خالص واحنا مستنيين يجوا عندنا. خلاص ما هو ده لما يجي عندك المشكله اللي انت بتقولها النهارده انتهت. ما هو اصل الوضع اللي موجود دلوقتي صعب جدا ان هو يستمر. ترعه كانت من 3 ل 5 متر مثلا بقت 10 متر، ميه هتمشي فين؟ ناس ردمت اماكن وفي ناس دقت مواسير وفي واحد عدى كوبري شايف ان هو عشان يعدي من عليه، فكل واحد اشتغل بمزاجه. ده عشان يتصلح ويتعدل مشروع قومي بيتم تنفيذه النهارده، قرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير القريه المصريه، تبطين الترع على مستوى الجمهوريه. ده الحل اللي يخلي الزراعه في استدامه فعلا في الريف المصري. استاذ محمود اتفضل. استاذ ابراهيم من سوهاج، طيب اتفضل استاذ ابراهيم. يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. دكتور سامح. الحمد لله اتفضل. انا بكلمك مش على مشكله شخصيه، على مشكله المحافظه باكملها. انا من محافظه اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي السماد. السماد عندنا وصل 400 جنيه في السعوديه، يعني معنى كده انه موجود. اشمعنى في الجامعه موجود؟ انت صرفت حصتك من الجمعيه يا حاج ابراهيم؟ ما فيش، انا ليا شهر بنسلم صرف مع ما الجمعيه فيه. اسمها ايه وفي مركز ايه يا حاج ابراهيم؟ احنا انا عندي ارض في جمعيه سيده. الجمعيه الجديده دي، الجمعيه الجديده مركز ايه؟ مركز ايه؟ مركز سوهاج نفسه. مركز سوهاج نفسه؟ حاضر. اه حالا احنا النهارده هنبلغ المشاكل الخاصه بالاسمده للساده وكلاء الوزاره، مش بكره الصبح. وعشان نتكلم على مشكله سالتني حضرتك، ما هو انا عارف ان في مشكله عامه، عارف ان في اماكن كتير ما صرفتش. هل أطال انا بطالب ان انتهى، مش حكايه عدم صرف وصرف الضرع، انتهى خلاص، مش هيجيب محصول الذره والذره الرفيعه والذره الشامية. طيب ايه طلبك دلوقتي؟ ضرب يعني تضرب فرصه نلحق الزرع ده يعني. طلبك دلوقتي ايه؟ يعني ايه اللي انا ممكن اعمله اساعدك بيه؟ يعني ما شوف مثلا مين المسؤول المقصر. انا يعني من خلال منظر المسؤول، انا اتكلمت في بص ركز معايا عشان انا عايز اسالك على كذا حاجه. انا اتكلمت في بدايه الحلقه وقلت ان في برامج بتخرج من المصانع عشان توصل للمحافظات، في بعض الاختناقات في محافظات الصعيد ممكن يكون بسبب النقل وخلافه، المسؤولين بيتابعوها. حضرتك بتكلمني بتقول لي ما صرفتش، فانا بقول لك اكلم لك وكيل وزاره عشان تصرف. ايه اللي مطلوب تاني؟ انا كنت امبارح في مكتب الاستاذ المهندس خالد عبد الراضي، وقال ان شاء الله اخر الاسبوع ده في تمام. طبعا انا بتكلم بمشكله محافظه بقى، يعني مش بتكلم على مشكله محافظه بعد اذنك علشان نبقى واقعيين. انت بتقول لي رحت المهندس خالد عبد الراضي وقال لك على اخر الاسبوع ده هتصرف، صح؟ ان شاء الله. ايه المطلوب مني انا بقى دلوقتي تاني؟ يعني نستعجل له يعني، ممكن اخر الاسبوع مش هنحصل بعد كده تيجي. لا هو ادالك وعد على اخر الاسبوع ان شاء الله يوفيه، ولان انا عارف ان المهندس خالد عبد الراضي بيتابع يوميا مع المهندس عباس الشناوي وفي متابعه من السؤال. والله هو راجل محترم صراحه، وانت راجل محترم، بس انا بسالك ايه المطلوب مني دلوقتي تاني؟ المطلوب يعني يا ريت مثلا من خلال منبركم حتى توصل للسيد القصير نفسه عشان يحتفل معالي الوزير يعني. خلي بالك بياخد تقرير يومي بالاسمده وبيتابع مع المصانع، لانه بيدعم هذه المنظومه ان هي تتنفذ عشان يزود الانتاج. فانا بشكرك على هذه المداخله وهنتابع مع المهندس خالد عبد الراضي. تمام، بشكر حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين، اصبحوا على خير.